السلام عليكم تلامذتي الأعزاء، درسنا اليوم هو التناسبية بالنسبة للمستوى الرابع. نفتتح درسنا اليوم بالوضعية التالية: يعرض تاجر بالجملة كميات من الزيت للبيع بكيفيتين مختلفتين. بالنسبة للجدول الأول، إذن لتر واحد ثمنه 40 درهم، لتران الثمن 80 درهم، 4 لترات 160 درهم. بالنسبة للجدول الثاني، 3 لترات 114 درهم، 5 لترات 180 درهم، 7 لترات 242 درهم. إذن السؤال المطروح: ما هو الجدول الذي يمكن إتمام ملئه بالكامل ولماذا؟ والآن نحاول معا لكي نجيب عن هذه الأسئلة، وسنبدأ بالجدول الأول. إذن سنقوم بقسمة السطر الثاني على أعداد السطر الأول. إذن 40 مقسومة على 1 تساوي 40، 80 مقسومة على 2 تساوي 40، 160 مقسومة على 4 تساوي 40. إذن كما تلاحظون أن الخارج لم يتغير. إذن 40 40 40. إذن 40 تمثل معامل التناسب، وفي هذه الحالة الجدول جدول متناسب. إذن 6 في 40 240، 10 في 40 تساوي 400. ومن السطر الثاني لكي نجد السطر الأول، إذن نقوم هنا بعملية عكسية. إذن نقوم بعملية القسمة: 40 إذا قسمناها على 40 إذن تساوي 1، 80 إذا قسمناها على 40 تساوي 2، 160 إذا قسمناها على 40 تساوي 4، وهكذا. إذن قسمنا أعداد السطر الثاني على أعداد السطر الأول والخارج لم يتغير، إذن فالجدول متناسب، ومعامل التناسب هو 40، وبالتالي يمكن إتمام الجدول بضرب أعداد السطر الأول في معامل التناسب، وقد مكننا من إتمام الجدول لأن عندنا وضعية متناسبة. أما بالنسبة للجدول الثاني، إذن سنقوم بنفس العملية. إذن نقسم أعداد السطر الثاني على أعداد السطر الأول وسنرى. إذن 114 مقسومة على 3 تساوي 38، 180 مقسومة على 5 تساوي 36. إذن هنا نكتفي بمثال مضاد ولا نستمر في عملية القسمة. يكفينا هذا الجواب لكي نستخلص بأن الجدول غير متناسب، وبالتالي لا نستطيع أن نتمم هذا الجدول. إذن قمنا بقسمة أعداد السطر الثاني على أعداد السطر الأول والخارج تغير، كما تلاحظون الخارج تغير، إذن فالجدول غير متناسب، إذن لا يمكن إتمام الجدول لأنه لا يوجد معامل التناسب. والآن نمر لفقرة لنفهم ونطبق. الجدول A يمثل قفزات أنثى كنغر وصغيره، لنكمل الجدول إن أمكن. الجدول B يمثل كتل طفل في فترات مختلفة من عمره، لنحاول ملأه. الجدول C يمثل أثمان الطماطم في أحد المتاجر حسب الكتل المشترات، لنحاول ملأه إن أمكن. إذن هنا سنقوم بعملية القسمة: 3 مقسومة على 1 إذن تساوي 3. هنا قفزة واحدة للأم تمثل 3 قفزات، إذن عندنا وضعية متناسبة، قفزتان ستكون 6 قفزات تمثلها بالنسبة للصغير لأن الوضعية متناسبة. إذن 5 في 3 تساوي 15. إذن انطلاقا من قفزات الصغير، هنا العملية عكسية، سنقوم بعملية القسمة: 30 نقسمها على 3،
إذن تساوي 10. لكي نجد قفزات الصغير نضرب في معامل التناسب الذي هو 3. إذن 15 في 3 تساوي 45. إذن استطعنا أن نتمم الجدول لأن هنا الوضعية متناسبة، عدد قفزات الصغير متناسبة مع عدد قفزات الأم. الآن نمر إلى الجدول ب. إذن نقوم بعملية القسم أعداد السطر الثاني على أعداد السطر الأول. إذا تغير الخارج فالجدول غير متناسب، وإذا لم يتغير فالجدول متناسب. إذن 7 مقسومة على 1، إذن 7. الآن 8 مقسومة على 2 تساوي 4. يكفينا مثال واحد لكي نقول بأن الجدول غير متناسب لأن الخارج تغير، وفي هذه الحالة لا نستطيع إتمام الجدول. بالنسبة للجدول الس كذلك نقوم بعملية القسمة، أعداد السطر الثاني نقسمها على أعداد السطر الأول. 3 إذا قسمناها على 1 إذن تساوي 3، 5 إذا قسمناها على 2 تساوي 2. إذن هنا الخارج تغير، إذن فالجدول غير متناسب، إذن وبالتالي لا يمكن إتمام هذا الجدول. إذن ما هو الجدول الذي تمم الأوه؟ إذن هو الجدول أ، جدول متناسب ومعامل التناسب هو 3. لماذا لم يتم الجدولين الآخرين؟ إذن رأينا بأن الخارج تغير، إذن فهو جدول غير متناسب، الكتلة غير متناسبة مع السن، وهنا الثمن غير متناسب مع الكتلة. الجدول ب والس غير متناسبان لأنه لا يوجد معامل التناسب. والآن لنمر إلى التمرين الأول. الجدول يمثل دورات العجلة الكبرى والعجلة الصغرى للكرسي المتحرك، لنكمل ملأه إن أمكن. إذن نقوم بعملية القسمة، 40 مقسومة على 10 تساوي 4، 32 مقسومة على 8 إذن 4، و8 مقسومة على 2 تساوي 4. إذن هنا الخارج لم يتغير، إذن نستنتج بأن الجدول متناسب ومعامل التناسب هنا هو 4. إذن 5 في 4 تساوي 20، وواحد في 4 يساوي 4. كيف هي أعداد الجدول؟ إذن أعداد الجدول متناسبة. نمر إلى الجدول الثاني الذي يمثل تطور قامة طفل في شهوره الأولى، لنكمل ملأه إن أمكن. إذن لدينا القامة والسن، إذن نقوم بعملية القسمة. إذا كان الخارج لم يتغير فإذا وضعية متناسبة، وإذا تغير الخارج فهي وضعية غير متناسب. إذن 50 إذا قسمناها على 1 50، 60 نقسمها على 3 إذن 20. نكتفي بمثال مضاد لكي نستنتج بأن الجدول غير متناسب لأنه لا يوجد معامل التناسب. إذن كيف هي أعداد الجدول؟ إذن أعداد الجدول غير متناسب، القامة غير متناسبة مع السن. نهاية درسنا اليوم، وإلى اللقاء في الحصة المقبلة.